العارية الذي أطلق عليهم الرصاص الحي دون وجه حق. هؤلاء الشباب ضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذا البلد ولأجل العراق ولأجل رفض جميع هذه القطع الموجودة. لا للحرب، لا للمحاصصة، لا للإعلام المضلل، لا للأحزاب الفاسدة، لا للأحزاب الخونة، لا لكل من سرق أموالنا دون وجه حق. لا ولك لا من يتبع دولة خارجية ولا يتبع العراق. فقط الخائن والعميل هو من يريد التدخل الخارجي. نعم القرار عراقي، ومنذ 25 اكتوبر خرج العراقيون رافعين شعارا لا للتدخلات الاقليمية والخارجية على ارض العراق، وان لا يتحكم هؤلاء اللصوص بالقرار السياسي. لابد ان يكون القرار عراقي خالص، كلا للتدخلات الأجنبية والإقليمية إن كانت من الجيران أو غير الجيران. العراق للعراقيين، العراق للوطنيين، العراق لمن يحبون هذه البلاد. عشت عشت عشت. هذا البلد مو ساحة ولا ملعب دولي للصراعات. هنا اللي يريد الصارع خلي الصارع ببلده وخلي الصارع على شعبه.